بعمر الزهور حمل هؤلاء الأطفال حقائبهم ليس للذهاب إلى المدارس كما هو معتاد في مثل هذه الأيام في جميع بقاع العالم، فهنا في غزة كل شيء مختلف. هؤلاء الأطفال حملوا هذه الحقائب نازحين إلى مكان آمن يبدو غير موجود داخل القطاع المحاصر. حملوا الحقائب الثقيلة والأمتعة، لكنهم حملوا ما هو أثقل من أوجاع وهموم وآلام وسط تجاهل دولي، وكأن العالم الذي يدعي أنه حر يقول لهم لا أرى لا أسمع لا أتكلم. هاي مشينا من خانيون لسه إننا نمشي قاعدين، هاي لسه قاعدين لسه مش لاقيين سيارات ولا كار ولا شيء، لسه مش لاقيين ولا حاجة ولا نص نقل ولا نقل ولا أي شيء لاقيين. يعني يا عم حسوا يا الله، حسوا الله، حسوا روحوا بدانا. على وسائل بدائية توجه بعض النازحين من غزة نحو رفح في جنوب قطاع غزة بحثا عن مأوى في أعقاب عمليات القصف العنيف والتحذيرات بإخلاء بعض المناطق. والله ما في منطقة صارت في غزة أمان، احنا كنا في الزيتون انقصفت، كنا في المعسكر انقصفت، كنا في مدينة حمد امبارح 6-7 أبراج انقصفت، مش شايفين في منطقة أمان، بس بنتنقل لأنه إيش بدنا نسوي؟ أطفال عنا والليل طول الليل قصف، صرنا نتنقل من منطقة لمنطقة، ما فيش أمان في كل غزة. كما شوهدت بعض العائلات وهي تحمل أمتعتها سيرا على الأقدام حاملة حقائب الظهر والأكياس البلاستيكية التي تحتوي على الضروريات. الليلة ما نمناش طول الليل في خانونس كراج رفح، ما نمنا كله دب دب دب، مش عارفين احنا نروح لا شمال ولا يمين، ايش بقول لك روح على الشرق وايش بقول لك روح على الغرب وايش بقول لك روح على الشمال وايش بقول لك روح على رفح، ونفس القصه رفح برضه نفس اللي هي نفس القصه، في منها خوف مش عارفين نروح على رفح ولا نطلع على غزه، احنا مش هنطلع من مصر غزه نهائيا، مش هنطلع، هنضلنا داخل فلسطين. ويقول سكان الجنوب في غزه ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يركز قصفه مؤخرا على خان يونس ورفح لاجبار الاهالي على النزوح القسري، وهو ما قوبل من الاطفال قبل الكبار بالرفض القاطع.